السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجه نجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي حسام عوار لتأجيل التحاقه بصفوف المنتخب الوطني الجزائري حسب ما كشفته موقع صحيفة الكومبيتيسيون الفرنسية. ورغم مباشرة إجراء تغييره الجنسية الرياضية من فرنسية إلى الجزائرية من أجل تمثيل منتخب بلده الأصل، إلا أن تلك الإجراءات الإدارية لدى الفيفا تسير ببطء كبير حسب ما ورد في الموقع ذاته. وفي حال استمرت تلك الإجراءات الإدارية بالبطء نفسه، فإن الأمر سيؤخر التحاق عوار بكتيبة الخضر قبل نحو 5 أسابيع من انطلاق تربص مارس 2023، مما سيشكل خيبة أمل لدى الجماهير الجزائرية. ومن دون شك فإن الناخب الوطني الجزائري جمال بن ماضي لن يكون راضيا عن تأخير التحاق نجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي بالمنتخب الوطني الجزائري الشهر المقبل، حيث ستكون المرة الثانية على التوالي التي تحدث فيها ذلك. وكانت تسريبات عدة قد أكدت غضب المدرب الوطني الجزائري جمال بن ماضي من عوار بعد طلب عوار تأجيل ارتدائه قميص المنتخب الوطني الجزائري شهر أكتوبر الماضية قبل أن يوافق صاحب 47 عاما على ذلك. وهنا أعزائي المشاهدين، شاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.